بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. ونحن في حلقة الخاص في الحلقة الخاصة بهوليوود نكمل ما بدأناه في عن هوليوود وعن قضية العصا السحرية وعن قضية الاستهداف الماسوني للعقل البشري وهذه هي استهداف العقل النظري والعقل العملي عند البشرية وعند الناس. في الواقع هم هم يركزون على القضية الإعلامية بشكل كبير يعني هم يركزون على الإعلام وهذا ما لديهم من الإعلام حول مريم عليه السلام سابقا في عندما حدثت حادثة مريم العذراء سلام الله عليها هم ماذا هم ركزوا على القضية الإعلامية اتجاه مريم وسقطوا مريم وحاولوا أن يسقطوها لولا تدخل الإلهي والمعجزة لسقطت مريم لقتلت مريم سلام الله عليها لولا التدخل الإلهي لذلك نلاحظ حجم الخطر اليهودي الذي تصوروا أن يتدخل الله عز وجل حتى ينهي مؤامرتهم حول قضايا حول قضايا معينة لديهم مثلا القضايا الاعلاميه التي يركزونها من خلال من خلالها على ويشيعون من خلالها اصلا قيمهم أصلا هذا السوبرمان نظريه السوبرمان التي هي الانسان اليهودي الكامل الانسان الكامل اليهودي السوبرمان هو الله على الارض كما يريدون ان يوهموا الاطفال والبشريه انه الانسان قادر على ان ان يكون مثل الله وأن يفعل كل قضايا التكوين يطير ويدمر ويفعل أي شيء يريده طبعا هذه ليست تلك التي لدينا في الحاله الاسلاميه انه عبدي اتقني تقل للشيء كن فيكون لا لا ليس في مجال التقوى ان تقل للشيء كن فيكون لا ولكنهم يريدون ان يشيعوا عباده الانسان وصولا إلى عبادة طبعا هذه انعكاس لعبادة الشيطان التي هم يدعونها هذه القضية الإبليسية وعبادة الشيطان المنتشرة في نظرية الكابالاة أو القبالة التي يدعو لها الباطنيون اليهود. فطبعا أريد أن أشير إلى أنه قضية التلفزي... التلفاز وقضية السينما تؤثر على عقلية الإنسان، هذه حادثة حدثت في 1974 شبكة إن بي سي ذكرتها في بحوث معينة كانت هناك دراما بعنوان بعنوان مولودة بريئة تتحدث عن اغتصاب فتاة قاصرة يعني كان في التلفزيون هناك مسلسل في عام 1974 مسلسل كان يسمى في أمريكا في الولايات المتحدة يوميا مسلسل يومي مولودة بريئة ماذا تحدث عن فتاة اغتصبت فتاة قاصره اغتصبت صاحب الوقت صاحب هذه هذا هذه الدراما وهذا المسلسل صاحب صاحبها مشاهد حقيقيه يعني مشاهد لاغتصاب جنسي حقيقي ماذا كانت النتائج انه بعد ثلاثه ايام واذا باغتصبت اغتصبت فتاه في التاسعه من عمرها وهي نفس وهو نفس عمر الفتاه التي اغتصبت في المسلسل. واثبتت التحقيقات ان القائمين بها بهذه الجريمه كانوا يشاهدون ومتاثرين بذلك المسلسل. اذا الانسان يتاثر لماذا؟ انت حينما تزرع في خيال في مخيلته في خياله وفي مخيلته هذه المشاهد شيئا فشيئا تؤثر على سلوكه اليومي، شيئا فشيئا. لذلك يعني الانسان احيانا هذا كما يقسمون العقل الواعي واللاواعي هذا يخزن في النصف الايمن من الدماغ يعني في العقل اللاواعي فيترجم في العقل الواعي الى سلوك يومي ونظريات والى اخره طبعا هذا التلاعب بمرتبه الخيال ومرتبه المخيله كما ذكرنا في الحلقه السابقه باعتبار انه مرتبه الخيال تحفظ الصور الحسيه والمرتبه الثانيه التي هي المخيله تركب هذه الصور، ولاحظوا انه كم هو يتاثر الطفل والمراهق خصوصا بهذه القضيه. ولذلك هذه قضايا الرجل العنكبوت سبايدر مان، سوبر مان فلان الى اخره. هذه ماذا؟ هذه شيئا فشيئا تؤثر في ذهنية الطفل فيكون تكون نفسيته مؤهلة لاستقبال أفكار من هذا القبيل كما أفكار نيتشه اليهودي وإلى غيره طبعا حدثت نتيجة الفكر الفلسفي لنيتشه الألماني اليهودي وكتابه في السوبرمان حدثت جرائم في الغرب وحينما حققوا معهم قالوا نحن قرأنا كتاب نيتشه الذي حينما الإنسان يستطيع أن يفعل الجريمة بشكل كامل يعني الجريمة كاملة وهذه الجريمة كاملة يقول أنا مثل الله أنا أفعل كل شيء بشكل كامل طبعا لو رجعنا لبروتوكولات حكماء صهيون وجدنا البروتوكول الثالث عشر أنا أريد أن أقرأ هذا النص البروتوكول الثالث عشر ماذا يقول ولكي نصرف اذهان الجمهور المزعج الشكس عن مخا عن مناقشه الامور السياسيه فاننا نجيء اليه بما ندعيه بانه الجديد المختار في باب الصناعات وما اليها وندعه بان يخوض في هذا ويسبح ما شاء ما شاء واعتادت الجماهير الا تستسلم الى الاسترخاء وتنفض يدها مما تعده من متاعب السياسه والى اخره الى ان يقول ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات أو المسليات والألعاب الفكهة وأشكال الرياضة واللهو والغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة هذا في بروتوكولات في البروتوكول الثالث عشر يقول ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمور وتنصرف عن الأمور المهمة يعني السياسة والكذا والحكم فنمضي إلى بالمجتمع حيث ما نريد فيسلم فيسلم موقف موقفنا وهو الموقف الذي لو أعلناه بارزا مكشوفا بغير اصطناع هذه الوسائل الملهية لوقعنا في التناقض أمام الجماهير إذا طبعا هذا يقصدون حتى الجماهير الغربيه يعني حتى الشعب الامريكي ايضا مثلا يعني ليست الشعوب فقط الشعوب الاسلاميه كما يعتقد قد يعتقد المشاهد هؤلاء هؤلاء هم يريدون ان يسيطروا على جميع الشعوب ليست فقط الشعوب الاسلاميه و يعني هنا من من يراجع في الحقيقه بروتوكولات حكماء صهيون يتضح له بشكل جلي الدوافع الغريزيه الماديه والطباء يعني والميل الغريزي لقضيه النساء يعني هم يستخدمون يعني في منتج الافلام المنتج المزراحي مزراحي الذي انتج افلام الذي هو اسس السينما المصريه وكان يهودي وتلاحظون ان سلسله الممثلات والممثلين هؤلاء كانوا اغلبهم من اليهود او من طبعا المسيحيين في في بادئ الامر ومن من الذين ليس لديهم دين، يعني الذين لا يعترفون بالدين من من المسلمين في بدايه الامر، يعني لذلك يستخدمون النساء بشكل كبير في طبعا هذا حدث في العراق وفي مصر وفي سوريا في في بادئ الامر، يعني اتوا براقصات في في بغداد يهوديات في بادئ الامر اتوا بهم من سوريا والى اخره. اذا هذا التركيز على الجانب النساء والجنس في هذه القضيه. طبعا اذلال الانسان هذا عنوان اذلال الانسان غير اليهودي واسقاطه حضاريا، هذا هدف كبير من اهدافهم. يريدون ان يذلوا الجويين الغرباء. نشطوا يعني على مستويين في المستوى 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 التحلل الفكري ومستوى التحلل الاخلاقي. يعني هم يركزوا على هذا التحلل الفكري خصوصا كيف ذلك؟ يعني كيف هم كيف نستطيع ان نقول ان الماسونيه ركزت على هذا من خلال اولئك اليهود الماسونيين من خلال مجلس السانهيدرين كما ذكرنا في الحلقات السابقه. ساندوا داروين صاحب نظريه اصل الانواع الذي يقول ان جدنا القرد. وساندوا ماركس ونيتشه وفرويد، لاحظ ان ماركس اللي هو صاحب النظريه الشيوعيه. وفرويد صاحب النظرية التحليل النفسي التي تركز على الجنس ونيتشة ونظرية السوبرمان التي طبعا نظرياتهم هؤلاء ماذا تلاحظون؟ أنها أحدث أحدثت هزة في الوجدان العالمي والإنساني يعني في قضية أصل الأنواع حدثت هذه الهزة في المدارس العلمية وأن الإنسان أصله قرد ماركس ماذا؟ وأيضا هيجل وأنجلز كلهم يهود ماذا, ماذا فعلوا هذه الشيوعية والاشتراكية وقسموا العالم إلى قسمين آه فرويد هذه النظرية التي ركزت على الجنس آه طبعا وأنستر أنستر داموس أنستر داموس اللي هو أخواني ليس هو سوى ماسوني آه يعمل كوكيل سري لفرع غايز لورين لبعث اشارات معينه، اشارات معينه من اجل انه طبعا هذه الاشارات لها مداليل عند الاخرين الذين هم معه في الخريطه وفي الخطه العامه من اجل ان يعملوا بعض الاعمال، مثلا يقول ذلك فيحدث في شيء في روسيا، يقول شيء معين يحدث شيء في المانيا. طبعا تلاحظون ان فرانسيس بيكون ايضا ماسوني وعمل في الجهاز الفكري الماسوني وغير التعليم الذي نحن لا نزال نعمل وفق حتى الدول العربيه الان هذه هذا انه غير غايه الغايه من التعليم غيرها اسلوب التربيه في المدارس وهذه ابتدائيه ومتوسطه واعداديه وجامعه والى اخره هدف التعليم غيره واسلوب التعليم غيره فاصبح حسيا ماديا بشكل كامل وطبعا هناك خطه لبيكون ونظريه جديده كانت لا يسعفني الوقت ولكن فقط اريد ان اقول انه هو من ادخل النظريه الحسيه التجريبيه الى التعليم وهو الذي ركز في الاذهان انه الغيب لا نستطيع ان نتعرف عليه لانه ليس في متناول الحس والتجربه اذا فلا غيب ولا نعترف بالغيب والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين.